صار عندها لبس ترى بالامر، قاعد ياخذ مخالفه يقول ليش تعطيني مخالفه؟ صحيح. طبعا احنا عندنا اللي هي هذه على الهواء. اي نعم، احنا كل سنه لو تلاحظ هذه شنو مكتوب فيها؟ شكرا لتعاونك مع رجال المرور. الفقره اللي تحت نسعى لغرس الثقافه المروريه في المجتمع، المكان وطني الغالي، الوقت دائما، التاريخ في كل يوم، الموضوع قرارك يحدد مصيرك. طبعا فوق مكان الاسم حاطين احنا شعارنا الكويت بلد حضاري، التاريخ الميلاد 2016. طبعا هذه المخالفة هي مرورية توعوية بحتة، نعم، وليس مخالفة مرورية كجنحة يتم تحرير المخالفة. احنا هذه طرحت الفكرة هذه لنا في اخوان في اعضاء اللجنة اسبوع المرور، كان عندنا في السابق السنة اللي طافت كان عندنا تبادل ورود مع الاخوان قاعدين المركبات، نعم، تم توزيع، كانت هناك ردود افعال جميلة. هالسنة قلنا نطرح فكرة المخالفة التوعوية. تصدم أول شيء وبعدين تريح. نعم، قمنا إحنا الآن طبعاً بتوزيع هذه المخالفات على المركبات اللي واقفة بالشكل الصحيح. نعم. بالمجمعات وفي النقاط التفتيش سيارة واقفة بشكل صحيح حط عليه مخالفة. تعطي الشكر. يجيني هو يتفاجئ يشوف أنا مخالفيني ليش واقف صح أنا؟ وأنا عندي فيديو إذا متواجد ويا الإخوان. نقدر نشوف آخر فيديو جاهز عندكم. في المجال. على ما يجهزون الإخوان. هو يتفاجئ يقول ليش مخالفيني؟ إيه يتفاجئ ليش مخالفيني أنا متقيد رابط حزامي بنقاط التفتيش يقول لا تفضل اقرأ هذه الرسالة، هذه رسالة توعية، إحنا نحفزك كأنت قائد مثالي. ما خالفت، احنا نحفزك ونشكرك على التزام قانون المرور. ومن الخلف المخالفه موجود البريد الالكتروني لوزاره الداخليه اداره عام المرور جميع المواقع اللي هي هذه. هذه طبعا الاخوان في نقاط التفتيش يسلمون على الاخوان ويقدمون لهم رساله توعيه، مارينهم بالتفتيش رابط حزامه متقيد في سلامته وينصحه طبعا ويشكره على التزام بقانون المرور. هذول الاخوان طبعا قاعدين يجب مبين عليه الصدمه صحيح صدمه وبعدين يبتسم الاخر يجب احنا نكسر القاعده.